مفيدة عبد الرحمن أول محامية مصرية تدفع جوجل للاحتفال بميلادها 106. أشعل محرك البحث الشهير جوجل أكبر محركات البحث على الإنترنت يوم الاثنين شغف المواطنين والعاملين بقطاع المحاماة بمصر بمحاولة التعرف والبحث عن مزيد من المعلومات حول المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن، والتي كانت من أوائل المحاميات في مصر وأول محامية تترافع أمام محكمة النقد في البلاد عقب إعلانه الاحتفال بالبرلمانية والمحامية القديرة وطيبة الذكر لدى المصريين. واستطاعت أعمال الراحلة المحامية والبرلمانية المصرية أن تدفع محرك البحث الشهير للاحتفال بذكرى ميلادها 106 كونها أحد أهم رموز الحركة النسائية في تاريخ مصر الحديثة بالقرن الماضي. وتعتبر المحامية مفيدة عبد الرحمن أول امرأة تمارس مهنة المحاماة بمصر، كما أنها أول سيدة تعمل بالمحاماة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، بالإضافة إلى كونها أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم بالصعيد. ولدت مفيدة عبد الرحمن بمحافظة القاهرة في منطقة الدرب الأحمر في 19 يناير عام 1914، حيث تم اختيار مفيدة عبد الرحمن للدفاع عن درية شفيق في المحكمة، حيث كانت درية شفيق قد تمكنت في فبراير 1951 من جمع 1500 امرأة سرا من مجموعتين نسائيتين رائدتين في مصر هما بنت النيل والاتحاد النسائي المصري لتنظيم مسيرة من الذين قاطعوا البرلمان لمدة 4 سنوات بعدما تجمعوا هناك، مع سلسلة من المطالب المتعلقة بشكل رئيسي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. وعملت مفيدة عبد الرحمن في الخمسينيات محامية دفاع في محاكمات سياسية مشهورة تتعلق بمجموعات متهمة بالتآمر على الدولة، وفي عام 1959 أصبحت عضوا في البرلمان عن الغورية والأزبكية، كانت نائبة نشطة لمدة 17 عاما على التوالي. كانت المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات، كما أنها كانت عضوا في مجلس إدارة بنك الجمهورية ونقابة المحامين ومجلس الاتحادات الجامعية والمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي والاتحاد الوطني ومجلس هيئة البريد. وعملت أيضا على تأسيس جمعية نساء الإسلام وشغلت منصب رئيسة الجمعية لعدة سنوات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.